ما زال شباب سوريا من مختلف المحافظات السورية يعبرون عن رفضهم كافة صور الإرهاب التي ترسم قبح ضلالها على الأرض لتستهدف كل منبر وشعلة تقف نورا يزيل كل ما فيهم من ظلام يريدونه لسوريا. كصرح علمي وحضاري نقدم دائما العلم والمعرفة لأبنائنا الطلاب، وهذه العملية لن تزيد منا إلا الاستمرار والتضحية في سبيل بناء أجيالنا، أجيال الطلاب، أجيال المستقبل، اغتيال العقول النيرة وتدمير الفكر الذي يقف في موقف المواجهة للفكر الظلامي خوفا من انتشار النور في وجه الظلام، ولذلك يغتالون هذه العقول. فعاليات شبابية من طلاب علم وفكر وحياة رفعوا الصوت في جامعتهم، جامعة البعث بحمص، تضامنا مع رفاقهم الشهداء من كلية العمارة بدمشق، ورفضا لأي عمل من شأنه تغييب دورهم الهام في رسم مستقبل سوريا. أخواتنا ورفقاتنا طلاب العمارة طبعا الله يرحمهم ورحمة عليهم، نحن رح نكون معهم إيد بإيد ودمهم ما رح يروح سدى أكيد. واجبنا اتجاههم، اتجاه الدم الطاهر نزل على الأرض الطيبة، إنه نكمل طريقهم. هاي جريمة بحق الطلاب، بحق اللي عم يدرسوا، هاي جزات اللي عم يدرسوا مشان يرفعوا راس البلد. الله يرحم شهداء العلم، ونحن رح نضل إيد وحدة رغم كل شيء رح يصير. نحن رح نضل نداوم ورح نتحدى هالتفجيرات اللي ما يعملوها، ورح نضل نداوم وندرس حتى نرفع راس سوريا بالعالم. عم يحاولوا يوقفوا مسيرة التعليم والإصلاح بسوريا، بس نحن ما توقف شو ما صار يصير، رح نستمر بإذن الله. هاي ثورة جهل مو ثورة علم، نحن طلاب وجايين نتعلم. الجامعة هي المكان اللي بيضم جميع الشرائح بالشعب السوري، واستهداف الجامعة هو دليل على استهدافهم جميع شرائح الشعب السوري. ويبقى للشهداء حياة ينادي بها أصحاب مشاريع الشهادة، ليفنى الحاقدون ويبقى الوطن.